بكأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. فريق المغرب الفاسي استقبل استقبال الأبطال، وأعدت جماهيره عدتها للاحتفال بالنصر الكبير لفريقها ولموعد لا يخلف مع الديربي المحلي أمام وداد فاس. هذا الفريق الذي كان أول المهنئين للمغرب الفاسي قبل انطلاق المواجهة الحارقة بين الفريقين. وداد فاس بدأ الديربي بضغط متقدم على دفاع المغرب الفاسي، هنا عمر حاسي يقذف بمحاذاة المرمى. وعند حدود الدقيقة 34 حكم المباراة سيعلن عن ضربة جزاء عقب لمسة يد. في التنفيذ المخضرم عبد السلام بن جلون، لكن أحمد صخرة وقفت الصخرة أمام تسديدة بن جلون. على الواجهة الأخرى وعند انطلاق الشوط الثاني، فريق المغرب الفاسي بات أكثر حزما متناسيا نشوة النصر ليضرب بقوة مرمى الحارس محمد أمين البرقادي. هنا محاولة منسقة للمغرب الفاسي، الرأسية تخطئ الشباك وتصيب الدفاع، على أن شمس الدين الشطيبي يهز شباك وداد فاس معلنا عن الهدف الأول والوحيد في المباراة. شباك مكشوفة أمام الشطيبي أنهت المباراة لصالح الفريق الأصفر الذي خرج من الديربي غانما النقاط الثلاث في انتظار رحلة الصراع المضني مع ثلة من الأندية المتربصة بالريادة.